وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن فعل هابن باللغة الألمانية، فعل كتير مهم وليس موجود باللغة العربية. أنا خايف أقول ليس موجود لأنه راح يكون في تعليقات، لا كل شيء موجود، هاي مو قصدي إنه مو موجود، طبعا كل شيء موجود في كل لغة، ولكن بالعربي أكثر شيء بيقولوا عندي، بس في كتير ناس بيقولوا لا، هابن بمعنى أنا أملك، وأنا أريد أن أقول لا لا، ممكن أحياناً تجي بمعنى أنا أملك، ولكن عادة أنا عندي سؤال، شو أنا أملك سؤال؟ لا، أنا عندي سؤال، ich habe eine Frage، أو أنا عندي ألم، أنا أملك ألم، لا أنا عندي ألم، لدي يعني أنا عندي، هاي أقرب شيء. طبعاً إذا قلت ich habe ein Auto، أنا عندي سيارة، إيه ممكن أنا أملك سيارة، ولكن أنا ممكن أقول باللغة الألمانية ich habe ein Auto aber es gehört nicht mir، يعني أنا عندي سيارة بس هي مو سيارتي، مو لإلي، بس ممكن أستعملها. عرفت شلون؟ يعني أملك، أنا بظن إنه ترجمة غير صحيحة، أوكي؟ يعني أنا عندي أقرب شيء. هلا بدنا نشوف التصريف. ich habe du hast er sie es hat wir haben ihr habt sie haben. اي وانتو سمعتوا صح، يعني ما منقول ihr habt، يعني الب كانه ب ihr habt، اوكي؟ نعم، وانا خليت هون فراغ، ليش؟ من بدي فارجي اكيد بالماضي كان في ب هنا du habst ihr habt بالماضي اكيد، بس هذا الفعل مستخدم كل يوم، يعني كل يوم 2000 مرة، و ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt، يعني الب راحت مع مرور الوقت، يعني اختفت هيك، وضل hast و hat. نعم، هلا كتبت بعض الكلمات اللي مستخدمة مع haben. اولا اكيد تتذكروا في درس قبل شفنا سؤال باللغة الألمانية، بالسؤال بدنا نقلب الضمير والفعل، اوكي؟ hast du Zeit؟ عندك وقت؟ hast du Zeit؟ جواب يا، يا نعم، يا ich habe Zeit. اوكي؟ hast du Zeit؟ يا ich habe Zeit. نعم. عندك مصاري؟ hast du Geld؟ يا ich habe Geld. ما بدنا نحكي عن النفي اليوم، اوكي؟ نفي بعدين، انا اسف بس من شان التقدم في المعلومات. نعم، يعني hast du Geld؟ يا ich habe Geld، oder nein، خلاص. Hunger بمعنى جوع. نحن عادة ما بنقول أنا جوعان، نحن بنقول أنا عندي جوع، أوكي؟ هيك نحكي، بس بمعنى طبعا أنا جوعان. hast du Hunger؟ أحمد hast du Hunger؟ يا yeah. dann iss was، أوكي؟ hast du Durst؟ nein. nein. عندك عطشان؟ دوست بمعنى العطش، يعني هل عندك عطش؟ بس بمعنى أنت عطشان. hast du Durst؟ nein. oder ja ich habe Durst. ich habe Durst und Hunger und kein Geld. okay؟ فقال يدفع هو. ايه بعدين Angst، الخوف. أنا خايف كتير، يعني أنا عندي خوف، ما هيك بنقول أنا خايف. شو خايف؟ Hast du Angst? Hast du Angst? Warum hast du Angst? ليش خايف؟ Warum hast du Angst? أو هيك. Ich habe Angst. Eine Katze. Ich habe Angst. يعني في قطة، أنا عندي خوف، أنا خايف. Okay. Geduld بمعنى صبر. يعني أنا عندي صبر. Ich habe Geduld. Hast du Geduld? Ja, ich habe Geduld. إيه عندي صبر. Spaß. Spaß مثل التسلية أو واحد ينبسط. عم تنبسط أنت؟ في حفلة مثلا. أنت مبسوط؟ عم تنبسط؟ إيه، يا يا يا. Ich habe Spaß. Hast du Spaß؟ أو مليت يعني. يا ich habe Spaß. Super. إيه. مثلا أحيانا أنا عندي Spaß لما سجل فيديوهات أحيانا. وآخر شيء hast du Lust؟ عندك خلق؟ يعني بدك تيجي معي عندك خلق؟ نروح على السينما؟ hast du Lust؟ يا يا ich habe Lust. نعم، هدول أهم الكلمات اللي نستخدمها مع ich habe. أكيد في كلمات أخرى، أكيد، وما فينا نجيب كل الكلمات، وأنا آسف جدا إذا نسيت شيء.
وهذا درس اليوم. شوفكم المرة الجاية. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Tschüss.